وصف الحجة أرواحنا فداه ممن يستوعبه ممن يحيط به ممن يعرفه حق المعرفة. هناك 13 شخصا هؤلاء يعرفون ولدهم وهم محمد وآل محمد. في هذا اليوم نطلب أن نسمع وصف الإمام من سيدهم من أفضلهم أفضل من خلق الله تعالى وأفضل ما خلق الله سيد أنبياء الله خاتم رسل الله حبيب الله صفي الله نجي الله خليل الله رسول الله محمد بن عبد الله. النبي صلى الله عليه وآله يعرف حفيده حق المعرفة. نطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصف لنا حفيده وقد فعل. صحيح أن الكلمات مهما كانت لا تحيط ببقية الله، مستحيل أن تحيط بحجة الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله في أعظم موقف في حياته الرسالية، في أعظم يوم بعد بعثته رسولا إلى الناس، في يوم الغدير، في خطبة الغدير التي هي أعظم خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله، في مقاطع من خطبة الغدير يذكر حفيده، في مقاطع من خطبة الغدير يصف الإمام أرواحنا فداه. أنا أذكر لكم مقطعا من خطبة الغدير العظيمة يصف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله حفيده. يقول صلى الله عليه وآله في هذا المقطع، يقول: معاشر الناس، إني نبي وعلي وصي. أرجو من الإخوة عندما أذكر الاسم المخصوص لمولانا صاحب الأمر أن نقوم إجلالا واحتراما لاسمه الشريف. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: معاشر الناس، إني نبي وعلي وصي، ألا إن خاتم الأئمة منا القائم المهدي. ما هو وصفه؟ عرفنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله. ألا إنه الظاهر على الدين، ألا إنه المنتقم من الظالمين، ألا إنه فاتح الحصون وهادمها، ألا إنه قاتل كل قبيلة من أهل الشرك، ألا إنه المدرك بكل ثار لأولياء الله عز وجل، ألا إنه الناصر لدين الله، ألا إنه الغراف من بحر عميق نحن نغرف من هذه البحار. الإمام يغرف ولكن من بحر عميق، من بحر نور الله عز وجل. ألا إنه الغراف من بحر عميق،
ألا إنه يسم كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله. الدنيا مقلوبة في عصورنا من أول الدنيا إلى يومنا هذا، الدنيا مقلوبة، العالم يعامل معاملة الجاهل، الجاهل يعامل معاملة العالم، ولكن الإمام يرجع الأمور إلى مجاريها الصحيحة. يسم كل ذي فضل، ألا إنه يسم كل ذي فضل بفضله وكل ذي جهل بجهله، ألا إنه خيرة الله ومختاره، ألا إنه وارث كل علم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل علم، ألا إنه وارث كل علم والمحيط به، ألا إنه المخبر عن ربه عز وجل والمنبه بأمر إيمانه، ألا إنه الرشيد السديد، ألا إنه المفوض إليه، ألا إنه قد بشر به من سلف بين يديه الأنبياء الأوصياء، ألا إنه الباقي حجة ولا حجة بعده، ولا حق إلا معه، ولا نور إلا عنده، ولا فوز إلا عنده، ألا إنه لا غالب له ولا منصور عليه، ألا وإنه ولي الله في أرضه وحكمه أو حكمه في خلقه وأمينه في سره وعلانيته. كلمات جديرة أن يقف الإنسان عندها.